تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري. 9 أهداف سجلها ليفربول في 3 مباريات وضعته في صدارة البريمير ليج، وأظهرت أنه جاهز من جديد للدفاع عن لقبه. الثلاثي الهجومي عم بيعيش فترة ممتازة، خصوصا محمد صلاح وساديو ماني. نجمنا العربي محمد صلاح اتلقى مديح خاص، ليس لأنه بدأ الموسم بهاتريك، بل لأنه أظهر شخصية مختلفة تماما، شخصية ناضجة مميزة. فأي شخص بيشاهد ليفربول بيدرك أنه صلاح أصبح أكثر هدوءا، ما عاد مستعجل للتسجيل، ما عاد نفس اللاعب اللي بيشعر بالضغط لو أهدر فرصة أو غلط بتمريره. بينضج بشكل واضح، بل نضج بشكل واضح، ويقترب من مرحلة مثالية في مسيرته، لدرجة بتخلي بعض مشجعي ليفربول اللي تناقشت معهم بيحكوني هذا الموسم مش حيرجع فيه صلاح لقمة ليفربول فقط، بل ربما إلى قمة العالم كله. فهل برأيكم هذا الشيء ممكن؟ ماذا ينقص صلاح حتى نشوفه يكون بطل الكرة الذهبية عام 2021، ويكون أول عربي يفعل ذلك، وأول أفريقي منذ أيام جورج ويا؟ أعطوني رأيكم وسمعوني.